هو مش بيهرب، هو يعني في الاول وفي الاخر هو مصنف مطرب مهرجانات، ولكن عمر كمال انا اعتقد انه صوته كويس، ولو ركز اكتر وشال من دماغه الحاجات الماديه اكتر هيبقى له شأن اكتر من كده بكتير يعني. وهو ما بيهربش ولا حاجه، هو بمصنف ان هو مطرب مهرجانات، ولكن هو بيحاول انه يخرج من العباءه دي، انه يعمل الكلام كويس وانه يبدا في شكل جديد يعني، وربنا يوفقه يعني. الجديد عندي طبعا بعد اغنيه بعتذر لك والنجاح الحمد لله الكبير اللي حققته، انا حاليا يعني بسمع مجموعه من الاغاني، وان شاء الله قريب جدا جدا هنزل اغنيه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا جدا، وان شاء الله تعجب الناس. وانا متشوق قوي ان انا يعني عايز لو في استطاعتي ان انا انزل كل يوم غنوه هعمل كده ان شاء الله. الغنوه اللي جايه هتعجب الناس باذن الله.